لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي أنور القاسم. أهلا بك معنا أستاذ أنور في أخبار المملكة. في ظل ضبابية المشهد، أبرز حيثيات حوادث الطعن التي وقعت في برمنغهام، ضعنا في الصورة. يعني حقيقة هذا الحادث كما وصفته الشرطة البريطانية يعتبر حادثا كبيرا باعتباره شمل مجموعة من الأشخاص وكان على دفعتين. الدفعة الأولى بعد منتصف الليل مباشرة، وحينما وصلت الشرطة إلى مقر أو إلى قلب مدينة بيرمنغهام وهي ثالث مدينة أكبر مدينة في بريطانيا، حدث أيضا حادث آخر طعن جماعي في المدينة. مدينة بيرمنغهام معروف عنها أنها تستقطب جالية مسلمة كبيرة جدا، وأيضا هي متعددة الأعراق. لم تشهد في السابق عمليات طعن كما شهدت مثلا مدينة لندن العاصمة التي شهدت العديد من عمليات الطعن المشابهة، ولا أيضا شهدت كما شهدت ثاني مدينة في بريطانيا وهي مدينة مانشستر. لكن حسب المعطيات الأولى للشرطة يعتبر الحادث كبيرا. أيضا الحادث وصف بالإرهابي، الشرطة تغلق قلب المدينة. أيضا شرطة مكافحة الإرهاب متواجدة في المكان، ما يعني أن العملية لها صلة بالمنظمات الإرهابية. في السابق ما حصل حينما كانت تحدث هكذا عمليات طعن كانت تتبناها مجموعات راديكالية متطرفة مثل داعش في الغالب، أو بعض الأشخاص المحليين أو ما يسمى بالذئاب الشاردة أو المنفردة. لكن حتى الآن حقيقة الشرطة لم تستطع أن تحدد هوية من قام بهذا الفعل. طيب، حصيلة القتلى والجرحى إلى الآن؟ أيضا هذا الخبر يعني تأخرت الشرطة حتى الآن في الإعلان الرسمي عن الحصيلة. حتى الآن لا توجد حصيلة، لكن الشرطة تحدثت عن مجموعة من الأشخاص تعرضوا لطعن بشكل كبير، وأيضا لم تحدد طبيعة هذا الطعن، هل هو طعن قاتل، هل مات هؤلاء الأشخاص. لكن المؤكد أن سيارات الإسعاف في المكان تشهد بأن العملية كبيرة والأشخاص تم نقلهم إلى المشافي. طيب، على الرغم مما ذكرته إلا أن هناك يعني ضبابية واضحة في المشهد حول هذه الحوادث، من يعني حسب مراقبين وحسب هذه المعلومات المتداولة، هل من الممكن أن يكون منفذ هذه العملية هو شخص واحد أم عدة أشخاص أم مجموعة؟ يعني حقيقة في الغالب حدثت مثلا في لندن هنا حدث أن عملية الطعن في الغالب كان يرتكبها شخص واحد يكون تابع لمنظمة ما، أو يتصرف بمعزل عن المنظمة أو كما يسمى بالذئاب الشاردة. هذه العملية حتى الآن أيضا الشرطة تتحدث عن عملية متعددة، لكن لم تتحدث عن أشخاص، يعني مجموعة أشخاص قاموا بهذه العملية. حتى الآن أيضا هوية من ارتكب هذه العملية سواء كان شخصا أو مجموعة لم تحدد حتى هذه اللحظة، لكن الواضح أن العملية كبيرة. هذا ما وصفته الشرطة ميجر انسيدنت، يعني حادث كبير، لكن حتى هذه اللحظة لا زالت الشرطة تحقق ولم تصدر أي بيان صحافي للحديث عن حيثيات هذا الموضوع. طيب، الإجراءات التي تتخذ عادة في مثل هذه حوادث؟ أولا تغلق المنطقة وهذا ما حدث. أيضا تستعين الشرطة بقوات خاصة لمكافحة الإرهاب، هذه شكلت منذ حدثت مجموعة من العمليات الإرهابية الأخيرة. أيضا رئيس الوزراء دعا المواطنين إلى الهدوء والحذر، المنطقة أغلقت بشكل كامل، منع المواطنون من التوجه إلى قلب المدينة. هذا الحادث جرى في قلب المدينة أيضا وفي منطقة أيضا يفرض عليها الإغلاق نتيجة فيروس كورونا، لكن رغم ذلك حدثت هذه العملية. الإجراءات حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي لا من رئاسة وزراء ولا وزارة الداخلية البريطانية للحديث عن طبيعة هذا الموضوع والإجراءات التي ستتخذ لاحقا. أشكر وجودك معنا، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي أنور القاسم، شكرا جزيلا لك.